نذهب إلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من جريدة الأهرام. الأهلي يحقق الهدف بالفوز على الأسيوطي والتقدم للمركز الثاني. الجمهورية بهدف السعيد، الأهلي فرح حبيبه والمجلس الجديد. الأخبار، الأهلي يهزم الأسيوطي بهدف عالمي للسعيد. الوفد، محمد الشناوي يخضع لاختبار طبي في مران الأهلي. المصري اليوم، الأهلي السعيد يقهر الأسيوطي بهدف وحيد. وجريدة الوطن، الأهلي يقترب من قمة الدوري. أما في جريدة الشروق، علي معلول جاهز للمقصة. اليوم السابع، عبد الله السعيد يحصل على لقب أفضل لاعب في مباراة الأهلي والأسيوطي. فيتو أزارو يرفض عروض الشتاء من أجل الرحيل في يناير. دوت مصر، مروان محسن يتخلص من إجهاد الخلفية وجاهز للمقصة. والأهلي دوت كوم، مدرب الأهلي صالح جمعة مثله مثل باقي اللاعبين، واختبار للشناوي يحدد مشاركته أمام المقصة. يورو سبورت عربية، لأول مرة منذ 4 مواسم الأهلي يحقق فوزه الثامن على التوالي. آخر خبر معنا في نشرتنا، حتى ألقاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.